عشان نكمل شرح هاي المحاضرة. ورا ما تخلص هاي المحاضرة إن شاء الله ممكن نبدي نشرح محاضرات الـ ECG. بس الـ ECG لازم انتو شنو تقرون في الـ basics عنه، يعني لأن أنا راح أشرح بس المحاضرات، والمحاضرات ما بيها شرح الـ basic. يعني أكو أشياء basic بالـ ECG العفو لازم واحد شنو يعرفها، فلازم يكون عندكم اطلاع. المحاضرات مو كافية، وإذا واحد يريد يشرح البيسك فطول كل شيء هواي، يعني مو كافية المحاضرات. فضروري واحد يقرأ عن البيسكس مال الـ ECG. هواي فيديوهات باليوتيوب، أكو دكتور طارق عبد الحميد من ميدليان هم كل الزين، فها لازم واحد. نجي هسه الـ Acute Renal Infarction. This is uncommon condition as a result of sudden occlusion of renal artery. Renal artery صار له sudden occlusion، مو يعني مو في حالة chronic وهاي اللي هي renal artery stenosis. Renal artery stenosis هي chronic condition، لكن إذا صار sudden occlusion يعني هو renal artery مفتوح أو بي ممكن بي ناروينج شوية، بس صار total occlusion رأسا إلي، هذا صار acute renal infarction. إذن خلي نقول هي تجي من sudden occlusion من renal artery. The presentation is typically kidney وsuddenly نسد إلها الفلو. شراح تحس loin pain، acute onset of loin pain وhematuria. إذن acute onset of loin pain and hematuria. ممكن pain may be absent، ممكن لكن هو acute onset of loin pain ويا hematuria. هذا من يصير renal infarction شنتوقع السيكولي شو تصير؟ كدني قلل البلد سبلاي إلها، راح يدفع الرينين انجيوتنسي الدستيرون، يسوي فازو كونستركشن وصوديوم ووتر ريتنشن، فيصير سيفير هايبرتنشن. is common but not universal، يعني يصير عندهم شنو وياهم سيفير هايبرتنشن. blood levels of LDH and C-reactive protein are commonly raised. ال LDH هذا يرتفع، lactate dehydrogenase بأي infarction، أي جزء بالجسم يصير بي necrosis و infarction يرتفع non-specific، والCRP كأي inflammation و necrosis أيضا يرتفع. إذا هسه هذا ميني جاي إيش راح يصير؟ acute onset of loin pain ويا hematuria و hypertension وذولا مرتفعين. لو أكو local atherosclerosis يعني هو عنده renal artery هنا عنده atherosclerosis already، يعني هو من زمان بس ما سادته كله، ساده جزء صغير، صار سوبر امبوزد ثرومبوسيس، صار ثرومبوسيس فكله انسد الارتري، اذا لوكال اثيروسكليروسيس. لو لا تجي فد امبولاي زين جاي من الهارت مثلا والسد امبولاي السد، فد امبولاي جاي من الهارت من ديستنت سورس، يعني اذا لو لوكال اثيروسكليروسيس اثيرو امبوليك اور ثرومبو امبوليزم فروم ا ديستنت سورس، اترال فبريليشن وصار امبولايزيشن وهاي الامبولاي اجت سدت، او هو اصلا عنده اثيروسكليروسيس وصار سوبر امبوزد ثرومبوسيس ونسد. زين وير اوكلوجن، اذا كانت جايه من ديستنت امبولاي، عاده الامبولاي اللي تكون من مسافه بعيده يعني ما تكون كلش كبيره، فتروح شنو ما تسد كل الرينال ارتري، تسد البرانشز مالته. The occlusion إذا كان thrombo emboli، the occlusion in a branch artery distal to the main renal artery، إن هذا renal artery هم يتفرع فممكن ينسد هنا، لأن عادة الامبولاي صغيرة اللي تجي من الهارت مثلا أو تجي من غير مكان ما تكون كبيرة، فتسد ممكن شنو البرانش arteries مال renal artery. زين بينما إذا هو عنده local atherosclerosis وصار thrombosis فوقه لا ينسد renal artery كله. زين بينما اللي تجي امبولاي من مسافة بعيدة قلنا للبرانش ارتريز. if occlusion of the main renal is bilateral، اذا اثنينات انسدن ال two renal arteries انسد، او if there is occlusion of a single functioning kidney، اذا الاثنين اللي هن الكدني انسدن renal artery انسد، او اصلا الشخص عنده بس كدني واحدة تشتغل الثانية مثلا بها renal failure او ما تشتغل، فهذا اذا هذا يعني هسه الحد اذا هذا الشخص اللي ينسد التو رينال ارتري عنده او هو عنده كدني وحده ونسد، هذا راح يعني شنو حرفيا ماكو اي كدني تشتغل عنده، فايش راح يصير؟ الشخص عنده acute kidney injury والبيشنت از تيبيكلي انيوريك،
يعني ينقطع عن اليورين اوتبوت بشكل تام انيوريا، مو اوليج يوريا لا انيوريا، ما عنده اي كدني تشتغل بعد زين، بايلاترال صارت او هو عنده كدني وحده، فراح يكون اكيوت كدني انجري وانيوريا. البيشنت اللي عنده بايلاترال اوكلوجن يوجوالي هاف ايفيدنس اوف وايد سبريد فاسكولار ديزيز، مي شو ايفيدنس اوف ايورتيك اوكلوجن، absent femoral pulses, reduced lower limb perfusion. هذا اللي هو يوصل لمرحلة two renal arteries انسدن، يعني هذا advanced atherosclerotic patient، يعني عنده فد widespread atherosclerosis، الأورتا مسدود تلقى، femoral artery absent pulse يجوز مسدود، lower limb لأن هاي advanced يعني صعبة إنه bilateral يصير إلا إذا هو كلش advanced disease. supportive management and include anticoagulation if a source of thromboembolism is identified. مثلا عنده atrial fibrillation ننطي anticoagulant زين، ننطي anticoagulation حتى نقلل البروباجيشن مال هاي الثرومبوسيس، نقلل الكومبليكيشن اللي ممكن تصير. لكن هي supportive، ممكن هي شنو يعني supportive، يعني ممكن the thrombi can يعني resolve on its own. احنا ننطي الانتيبليتليت وننطي الانتيكواجلنت مو والانتيثرومبوتيك حتى نمنع البروباجيشن مالته زين، وهي ممكن كان ريزولف اون اتس اون. لكن اذا هي كلش سالفه يعني ادفانسد نحط ستنت اوف ان اكيوتلي بلوكد مين رينال ارتري تو تراي تو ريستور ذا رينال بلود فلو اند كيدني فانكشن. ممكن هذا نحط ستنت فتشبكه زين، فتشبكه يعني توسع لي الارتري، ممكن نختار يعني نحط ستنت مثل ما كنا نحط يعني بالكورونري ارتري. اذا هذا الاكيوت كيدني انجري او الاكيوت زين الاكيوت رينال انفاركشن، يعني تجي اكيوت لوين بين هيماتوريا و سيفير هايبرتنشن كسيكولي، وذول ال دي اتش والسي ار بي اكيد يرتفعون. وقلنا لو لوكال اثيروسكلوروسيس لو ديستنت ثرومبو امبولاي، الامبولاي اللي تكون جايه من ديستنت تسد البرانش. ومثل ما حكينا انه هو اذا بايلاترال الشخص راح يصير انيوريا، ينقطع عن اليورين اوتبوت يعني توتالي. واذا بايلاترال هذا وايد سبريد ديزيز. نجي هسه الايورتيك ديزيزز، الديزيز مال الايورتيك. عندنا الايورتيك انيوريزم. الايورتيك انيوريزم شنو يعني الايورتيك انيوريزم؟ صار دايليتيشن بالوول مال الارتري، دايليتيشن بالوول. اكو ترو انيوريزم واكو فولس، هسه نعرف. هو دايليتيشن اوف ذا ايورتيك لامن، هذا هيلثي فيزل. طبعا احنا نعرف اكو ثلاث طبقات بالوول مال الارتري، تونيكا انتيما وميديا وادفنتيشيا زين. اذا صار دايليتيشن مثل ما جاي تشوفون دايليتيشن بالثلاث طبقات، ثلاث طبقات مال الارتري، هذين ثلاث طبقات الانتيمي والميديا والادفنتيشيا، ثلاثه صار بيهن دايليتيشن هذا يسموه لي ترو انيوريزم. هذا ترو انيوريزم. ليش ترو؟ لان الوول ما يعني ثلاث طبقات مال الوول مال الارتري صار بيها دايليتيشن، فهو ابنورمال دايليتيشن اوف ذا اورتيك لامن. لو ترو انيوريزم اللي هو اول ثري لايرز اوف ذا وول، مثل ما هسه شفنا هذا نفس الشيء، هذا همين الثري لاير صار بيها دايليتيشن، هذني ترو انيوريزم. بينما الفولس انيوريزم لا، الفولس انيوريزم هو ما صار دايليتيشن بالوول مال الايورتا، وانما ايش صار؟ صار هنا دايسكشن، هنا ايش صار؟ دايسكشن يعني صار بيرفوريشن بالوول او في تير بالوول مال الايورتا، ما صار دايليتيشن، صار تيرينج بالوول، بحيث البلاد بدا يطلع من هذا التير اللي دا يصير وبدأ يتجمع خارج الارتري زين. وهنا اكو تيشيو، طبعا هنا اكو تيشيو، هذا التيشيو سراوندينج كونكتيف تيشيو هو اللي خلى البلد يتجمع، يعني ما تطشر البلد، يتجمع. ليش صار هيك؟ لان هذا سراوندينج تيشيو جمعه، صار يسموها هيماتوما.
زين هاي الاكسترافازيتد بلاد هذا فولس انيوريزم. زين ليش اصلا هو اذا هو ما له علاقه ماكو لا دايليتيشن ولا هاي ليش جبنا طار الانيوريزم؟ لان شكله يشبه فقط كشكل فسميناه فولس انيوريزم. هذا الفولس انيوريزم صار تير بالوول مال ايورتا والبلد صار الاكسترافازيشن وتجمع على شكل يعني هيماتوما. السراوندينج تيشو هي اللي جمعته, السراوندينج تيشو هي اللي جمعته. وهذا شنو؟ لان شكله يشبه الانيوريزم كانه هم دايليتيشن بس هو نوت ترو دايليتيشن. الترو دايليتيشن هو هذا الوول هو فعلا يصير بي دايليتيشن 3 لايرز. هنا هذا فولس انيوريزم. اكو مرات يسموه دايسكتنج انيوريزم, هذا هم يعني هم نوع من الفولس انيوريزم, هم دا يصير تير والبلد تجمع. بس هنا شنو الفرق؟ ان البلد ما خرج خارج الارتري, لا بقى بقى ضمن الوول مال الارتري. هنا هاي يعني هنا هسه هو متجمع ضمن اللايرز مال الوول مال الارتري. يعني هنا هسه هنا هو مثلا بالميديا تجمع بالميديا مثلا البلد. هنا لا كومبليتلي اوت طلع, يعني هنا طلع البلد كومبليتلي اوت اوف ذا ارتري اللي هو هذا الفولس انيوريزم. الدايسكتنج انيوريزم اللي هو هم هو هم فولس انيوريزم مو ترو لان ماكو دايليتيشن بس هذا نوع خاص انه يصير تير بس التير وين هنا؟ شنو فرقه انه هنا التير بس بالانتمه, هاي بس الانتمه صار بيها تير. هنا التير لا كومبليت كومبليت تير بحيث الدم طلع. هنا التير بس بالانتمه فالبلد تجمع ضمن اللايرز مال الوول ضمن الميديا ضمن الادفنتيشيا. فهذا هم يسموه دايسكتنج انيوريزم مرات اللي هو هم فولس انيوريزم مو ترو. اللي ترو هو اللي يصير دايليتيشن. اذا الفولس انيوريزم او مرات السودو انيوريزم شنو هو هذا؟ لا كولكشن اوف بلاد ليكينج كومبليتلي اوت اوف ان ارتري اللي هو هذا الفولس انيوريزم. البلد نهائيا طلع من الارتري بس منو اللي جمع السراوندينج تيشو؟ بات كونفاين نيك تو ذا فيزل باي ذا سراوندينج تيشو. اذا هسه عرفنا اكو ترو انيوريزم واكو فولس انيوريزم. الترو اللي هو دايليتيشن بأول 3 لايرز انتما ميديا وادفنتيش. الفولس انيوريزم صار تير باللايرز كل اللايرز مال الارتري صار بيها تير فالدم طلع. سراوندينج تيشو جمعه على شكل هيماتوما شكله يشبه الانيوريزم فسميناه انيوريزم بس هو فولس. واكو دايسكتنج اللي هو تير يصير بس بالانتما لاير فالدم يتجمع هنا ضمن اللايرز مال الوول ما يطلع نهائيا خارج. طبعا الترو انيوريزم هم يتقسم قسمين. الترو انيوريزم يتقسم اكو ساكيولر واكو فيوزيفورم. الساكيولر يعني الشكل مالته كساكيول, هذا الشكل مالته ساكيول كانه كره ساكيول. وبنفس الوقت شي يكون اسيمتريكال, هذا اسيمتريكال اسيمتريك اسيمتريك يعني شنو؟ يعني بس جهة واحدة من الوول هي الدايليتد, يعني هاي نورمال هاي الجهة الثانية نورمال اسيمتريك. بينما الفيوزي فورم لا يكون شنو سيمتريك على الجهتين, يعني هاي الجهة دايليتد وهاي الجهة دايليتد فيوزي فورم. اذا الفيوزي فورم سيمتريك وهذاك اسيمتريك الساكيولر. الايتيولوجي ليش يصير؟ طبعا هذا الانيوريزم اكو ابدومينال ايورتيك انيوريزم, هسه راح ناخذ هذا بالابدومينال ايورتي. زين واكو لا ثوراسيك ايورتيك انيوريزم, هذا ثوراسيك. اكو دايليتد ثوراسيك مثل هسه يسبب المارفان سيندروم. اكو ساكيولار ثوراسيك اللي السفلس يسببه, هسه راح نشوف. انذن يعني حسب السايت اكو ابدومينال واكو ثوراسيك ايورتي حسب الايتيولوجي. السبب اكو يسمونه نون سبيسيفيك كوزز واكو سبيسيفيك كوزز. زين هسه وصلنا للايتيولوجي. زين طبعا هالمحاضره سجلتها بس انقطع التسجيل وراح الفيديو طبعا تقريبا ساعه ونص كانت, بس يلا هسه نكمل. عندنا نون سبيسيفيك انيوريزم. النون سبيسيفيك انيوريزم اللي تكون دو تو اوكلوزيف ديزيز اللي هي الانيوريزم اللي يجي بسبب الاثيروسكليروسيس. نقصد بيه الاثيروسكليروسيس.
هذا النان سبيسيفيك نقصد به الانيوريزم اللي يجي بسبب الاوكليوزيف ديزيز، الاوكليوزيف ديزيز الاثيروسكليروسيس. طبعا الاثيروسكليروسيس ليش يسوي انيوريزم؟ طبعا الاثيروسكليروسيس هو كرونيك انفلاماتوري كونديشن، فهذا هذا الارتري من يصير باثيروسكليروسيس، هاي الكرونيك انفلاميشن راح تضعف الوول مال الارتري، فيصير شنو؟ يبدي يصير دايليتد ويويك ويك ويصير انيوريزم. اذا الاثيروسكليروسيس لان هي كرونيك انفلاميشن تضعف الوول مال الارتري فيصير بي دايليتيشن وانيوريزم. طبعا هذا النون سبيسيفيك انيوريزم الاثيروسكليروتيك مينلي وين يصيب؟ الابدومينال ايورتا، الابدومينال، هذا الابدومينال ايورتا اللي هو مينلي هو يكون شنو انيوريزم. طبعا هسه نشوف الانيوريزمال ديزيز تن تو ران ان فاميليز. طبعا اكو فاميلي هيستوري، عوائل، اكو فاميلي هيستوري الاشخاص اللي يكون عندهم انيوريزم. ذا موست كومن سايت فور نون سبيسيفيك هو انفرارينال ابدومينال ايورتا. اذا النون سبيسيفيك انيوريزم اللي هو الاثيروسكليروتيك اكثر شيء وين يصيب؟ الابدومينال ايورتا. وين بالتحديد؟ بلو ذا اوريجين اوف ذا رينال ارتري، يعني هو مو هذا الابدومينال ايورتا، هنا يطلع الرينال ارتري. موست كوملي يكون جوا الرينال ارتري هيك بهالطريقه. بعدين احنا نعرف يتفرع الى الايورتا، راح يتفرع الى تو كومن الياك. اذا هذا السايت اللي هو بلو ذا رينال ارتري انفرارينال ابدومينال ايورتا هو الموست كومن سايت، هاي مهمه. اذا الانيوريزم اللي يجي due to atherosclerosis يكون بأكثر شيء بهاي المنطقة. ليش هاي المنطقة بالتحديد infrarenal؟ شافوا انه طبعا الارتري هم يحتاج blood supply، اللي يغذي الوول مال الارتري، نفس الوول مال الارتري اكو شيء يسموه vasa vasorum اللي هي blood supply مال الارتري. الارتري هم بيتشيو بالوول فيحتاج blood supply، من يغذي vasa vasorum. فشافوا ان هاي المنطقه الانفرارينال ابدومينال ايورتا قليل بيها الفازا فيزورم، فلين قليل الفازا فيزورم فراح شنو يكون سسبتبل او لايبل فور انيوريزم، يصير ويك. يعني اي كرونيك انفلاميشن، اي اثيروسكليروسيس بهاي المنطقه راح تسبب ويكنينج اند دايليتيشن. اذا هذا اذا الموست كومن سايت للاثيروسكليروتيك هو يكون الانفرارينال ابدومينال. السوبرارينال ابدومينال an variable length of descending thoracic may be affected in 10 إلى 20. في بعض الأحيان لا يكون suprarenal لكن نسبته أقل. suprarenal اللي يكون هسه مثل ما تشوفون هنا، هذا هو الرينال artery، هذا الرينال artery. فالsuprarenal مثل ما تشوفون هنا أنا فوق الرينال artery. مرات حتى descending thoracic اللي هو هذا descending thoracic aorta هم involved وياه. فيقول لك إنه السوبرارينال ابدومينال والديسندينج ثوراسيك ايورتا افكتد ب 10 إلى 20، لكن اذا قال لك الموست كومن الانفرارينال ابدومينال ايورتا، ممكن يصيب السوبرارينال والديسندينج ثوراسيك ممكن بنسبه 10 إلى 20، لكن الاسندينج ايورتا از يوزوالي سبيرد. هذا الايورتا اللي هو اسندينج، هذا هو الاسندينج ايورتا. احنا ايش عندنا؟ عندنا الايورتا هذا هو الاسندينج، هذا اسندينج، وهذا يسموه الايورتيك ارتش، هذا الارتش وهذا الاسندينج وهذا هو الديسندينج. فيقول لك بانه الاسندينج ايورتا اللي هو هذا عاده سبيرد، هاي المنطقه ما تصيبها الاثيروسكليروسيس قليل، يعني يصيبها غير تايبس اوف انيوريزم. هسه راح نشوف انه الاسندينج ايورتا اذا انصاب بانيوريزم مو بسبب الاثيروسكليروسيس، راح نشوف مثلا المارفان سيندروم ممكن، السفلس ممكن، لكن اثيروسكليروسيس لا، it is usually spared يعني ما ينصاب. إذن عادة الاثيروسكليروسيس يصيب الانفرارينال ابدومينال ايورتا، الانفرارينال، وممكن يصيب السوبرارينال والاسندينج ثوراسيك، لكن ما يصيب الديسندينج، العفو الديسندينج ثوراسيك، الديسندينج مثل ما حكينا 10 إلى 20% يصيب الديسندينج، بس الاسندينج ما يصيب اللي هو هذا الصابت. إذن هسه هذا الاثيروسكليروتيك، وقلنا ليش؟ لأنه كرونيك انفلاماتوري كونديشن تسوي لك ويكنينج بالوول. إذن هذا أول تايب النون سبيسيفيك. أكو نجي لسبيسيفيك كوزز مثل المارفان سيندروم. مارفان سيندروم هو كونكتيف تيشيو ديس أوردر، هذا سيستميك ديس أوردر، CTD يعني كونكتيف تيشيو ديس أوردر.
في autosomal dominant يعني genetically inherited autosomal dominant mutation بالفبرلين جين بالكروموسوم 15 في connective tissue disorder. الكولاجين فايبرز راح تنصاب وتتأثر, فراح يتأثر شكو connective tissue بالجسم. هذول جماعة المارفان سيندروم يكونون طوال, يعني كلش طوال, أيديهم طويلة, النك مالتهم طويلة, عندهم هايبر موتاليتي لأن الكونكتيف تيشو مات مو تايت, يعني يصير بي ستريتشنج بسهولة ودايليتيشن بسهولة, فحتى هايبر موتاليتي عندهم, يعني الجوينت مالتهم تتحرك فليكسبل مرنين, وعندهم قلنا طوال ذولة, فالكونكتيف تيشو مال الوول مال الأيورتا يتأثر فيصير دايليتيشن. heart valves تتأثر فيصير بيها dilatation و regurgitation. فالإفكتيف راح نشوف ان السكيليتون ايش عنده, arachnodactyly. طبعا هاي التأشيرات من التسجيل الراح. الاراكنودكتلي, الاراكنودكتلي اللي هي شنو يعني اصابعهم طوال, arachnodactyly يعني الاصابع تكون طويلة. الجوينت هايبر موتوليتي مثل ما قلنا عندهم شنو flexibility و هايبر موتوليتي. scoliosis spine deformity أعوج مالتهم يكون. chest عندهم deformity لأن هو كل هذا connective tissue. و high arch palate راح يشوفون إنه البالت مالتهم السقف مال الماوث مالتهم high arched هيجي, يعني السقف مال الماوث هيجي. هسه إحنا السقف مالتنا مال الماوث يعني هيش تقريبا البالت, ذول يصير high arched يعني مقوسة كلش كلش characteristics. وحتى اللينز مال الآي العدسة مال العين يصير بيها dislocation ممكن تأثر يعني. وأهم شيء cardiovascular manifestation هي aortic disease اللي هي قلنا aortic aneurysm, aortic dissection, aortic regurgitation وحتى mitral valve regurgitation. زين, إذن هو هذا دي يصيب connective tissue يخليها weak ودايليتد. فهنا أنا مثل ما جاي يشوفون هذا هو dilated بالمارفان سيندروم. هذا يصيب الاسندنج ايورتا. شوفوا هذا الاسندنج ايورتا انصاب هنا بالمارفان سيندروم, ومن صار دايليتد حتى الفالف توسع فصار ايورتيك ريجرجيتيشن, يعني الدم راح يرجع للهارت. هنا مو الهارت موجود, الدم راح يرجع للهارت يصير ريجرجيتيشن. المايترال فالف زين اللي هو موجود هنا خلينا نقول مثلا بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل هم من يرجع يصير عندهم regurgitation. زين إذن هذا راح يصير السكيلتون يتأثر, joint hypermotility, arachnodactyly, lens dislocation, aortic regurgitation, aortic aneurysm. زين, weakening of the aortic media lead to شنو aortic root dilatation. مثل ما حكينا يصير dilatation, aortic dilatation واللي راح تنتهي بانيوريزم وريجرجيتيشن ودايسكشن. البريجننسي كلش خطرة, إذا هو مارفان سندروم وصارت بريجننت هاي بعد أخطر, لأن البريجننسي يصير هايبر دايناميك سيركوليشن, يعني البلد فلو والكاردياك أوتبوت بالبريجننسي عالي. زين, هذا الأيورتا هو أصلا ويك, هو أصلا ويك, هذا هو اصلا ويك وعده هايبر دايناميك سيركوليشن, يعني ده يندفع الدم بقوه. ممكن شيء يصير رابتشر, ممكن يصير دايسكشن يعني تيرنج يصير بي ورابتشر وتكون خطر. طبعا احنا عندنا هواي طرق نشوف التشيس اكس راي, راح نشوف الابنورماليتي ممكن يصير تبين بالايكو. بالايكو نقدر نشوف الهارت فالف, نشوف الريجرجيتيشن تبين, الام ار اي والسي تي ممكن هم يشوفني الايورتيك دايليتيشن at an early stage على مود المونيتورينج. إذا عندي أكثر من طريقة, ممكن chest X-ray راح يبين هذا الأيورتا, يبين الدايليتيشن بي والأنيوريزم بالchest X-ray. بالإيكو تبين الهارت أبنورماليتي, إذا أكو valve lesion, إذا أكو aortic regurg أو mitral regurg CT وMRI. عادة أنا هسا هذا شنو أنا شون ما أقدر أصلح الconnective tissue disorder لأن هو genetic inherited, فلازم شنو أخفف انه اقلل الضغط, اعطي بيتا بلوكر reduces the rate of aortic dilatation. يعني من اخفف ضغط الدم الضغط على الوول مال الارتري يقل, الستريتشنج اللي دا يصير على الوول مال الارتري يقل, فالدايليتيشن الانيوريزم الدايسكشن كلها راح تقل. اذا ننطي بيتا بلوكر. اذا هذا هو المارفان سيندروم. وقلنا هذا وين يصيب المارفان سيندروم,
يصيب اكثر شيء الاسندنج عكس الاثيروسكليروسز. الاثيروسكليروسز كان ما يصيب الاسندنج، هذا يصيب الاسندنج اسندنج ثوراسيك ايورتي، ويصيب الهارت فالف وهو سيستميك ديس اوردر. زين اكو غير حاله يسموها ايورتايتس، مرات الايورتا يصير بي انفلاميشن. هسه افتهمنا اثيروسكليروسز سوت لك ويكنينج، وكونكتيف تيشو ديس اوردر سوى ويكنينج، بس الانفلاميشن هم يسوي مثل الايورتايتس. السفلس، السفلس اللي هو فد سكشوالي ترانسميتد ديزيز، يسوي يسوي لك ساكولار انيوريزم اوف ذا اسندنج ايورتا. هذا السفلس ممكن هنا ايش يسوي لك؟ فد هنا ساكولار انيوريزم، هذا ساكولار انيوريزم بالسفلس، شوف يسبب ساكولار انيوريزم ايضا بالاسندنج. يعني هذا يسوي انفلاميشن، والانفلاميشن يسوي ويكنينج بالوال. زين بعد الايورتايتس اللي هي الانفلاميشن بالايورتا، تجي من اني كونديشن اللي يسوي لك انفلاميشن، ذن اللي يسموه من الفاسكولايتس، فاسكولايتس سيستميك فاسكولايتس ديس اوردر، مثل التكياسو ديزيز اللي هي واحد من التكياسو ديزيز، هذا هم يعني فد فاسكولايتس كونديشن تصيب الارتريز تسوي بها انفلاميشن. رايتر سيندروم انفلاماتوري كونديشن ايضا تصيب الفيزلز وتسوي فاسكولايتر. الجاينت سيل ارترايتس وانكلوزنج سبوندلايتس، هذا هم سيستميك ديس اوردر، هذا يصيب الجوينتس اكثر شيء، يسوي انفلاميشن بالجوينتس اكثر شيء. جوينت مال السباين الباك يسوي باك بين، وديفورميتيز يسوي بالفيرتبرال كولوم، هذا هم يعني انفلاماتوري كونديشن تصيب الفيزل تسوي ويكنينج فتسوي انيوريزم. زين هذا هو الايورتايتس، السفلس، التكيازو ديزيز، والانكلوزنج سبوندلايتس، كلها نفس الفكره. زين عندنا الثراسيك ايورتيك انيوريزم، الثراسيك ايورتيك انيوريزم اللي هو قلنا الثراسيك ايورتا اللي هو هذا الثراسيك ايورتا اللي هو هذا اني هذا اللي هو هسه هذا مو الدايفرام، هذا هو الثراسيك ايورتا فوق الدايفرام، قلنا يشمل الاسندنج والارش والديسندنج ايورتا، هذا هو الثراسيك. فيقول لك الثراسيك ايورتيك انيوريزم شتطي كمانيفستيشن تشست بين، وقلنا اذا سوى دايليتيشن للفالف يصير ايورتيك ريجرجيتيشن، ومرات تسوي كومبريشن such as strider trachea and bronchus hoarseness recurrent laryngeal nerve superior vena cava syndrome with they erode into adjacent structure aorta esophageal fistula massive bleeding. يعني شنو هسه انا عندي هذا عندي ثوراسيك aorta، هذا من يكبر هذا كبر وسوى dilatation يسوي compression، يعني هنا أنا مثلا التريكي نازلي، تريكي نازلي ومتفرع الى left and right bronchus على مود تروح لللانج، تروح لللانج، فهذا الايورتا من صار بي dilatation شو راح يسوي؟ compression، سوى compression للبرونكي، اذن compression للبرونكاي. زين هذا الايورتا من صار بي dilatation راح يسوي compression للبرونكاي، فشي يجي الشخص respiratory symptoms strider and hoarseness. strider اول شيء strider زين، و respiratory symptoms strider and respiratory symptoms، هذا اذا سوى compression للتراكي على برونكاي. اكو هنا نيرف الريكرنت لارينجيال نيرف، الريكرنت لارينجيال نيرف اللي هو ينزل زين، ينزل من هنا ويصعد بعدين، هذا الريكرنت لارينجيال نيرف الريكرنت اللي هو هيك ينزل من هنا ويصعد، هذا اذا صار له كومبريشن هذا هو شيء يغذي الفوكال كورد الحبال الصوتيه، فاذا صار له كومبريشن ايش راح يصير عندنا؟ هورسنس، يصير اكو هورسنس اوف فويس، هورسنس لان الريكرنت لارينجيال. اذا سترايدر بسبب التريكي زين، هنا أنا اكو سبيرر فينا كافي، السبيرر فينا كافي ايضا نازل من هنا ورايح للهارت، فهذا السبيرر فينا كافي اذا صار له كومبريشن ايش راح يصير؟ هذا صار له كومبريشن، السبيرال فينا كافا درين الفينس مالته من الهيد، هيد ونيك وال يعني الابر سيجمنت اوف ذا بودي، فشي يصير سبيرال فينا كافا سندروم اللي هو يصير ايديما وسوالينج بالهيد والنيك ودايليتد فينز، هذا صار له كومبريشن سبيرال فينا كافا سندروم.
زين بعد مرات هذا الانيوريزم يرود انتو اسوفيجس يرود انتو ذا اسوفيجس فايش راح يسوي لك ايورتو اسوفيجيال فيستشل يعني هذا هم من الاسوفيجس هم قريب هنا فهذا من يرتبط او يروح ويصير رابتشر للاسوفيجس يسوي فيستشل طبعا وهاي الايورتو اسوفيجيال فيستشل هي واحدة من الكوزيس اوف ابر جي اي تي بليدنج احنا عندنا ابر جي اي تي بليدنج اللي يسوي لك هيماتيميسيز فوميتنج اوف بلاد وملينا هواي كوزيس مثل البيبتيك ألسار مثل الاسوفيجيال فاريسز اسوفيجايتس وغاسترايتس واحدة من الكوزيس اوف ابر جي اي تي بليدنج انه تتكون فيستشل بين الايورتا والاسوفيجس ليش ايورتك انيوريزم سوى كومبريشن على الاسوفيجس تكونت فيستشل وربتشرت سوت لك ماسيف بليدنج اذن هذا كلها مانيفستيشن للثراسك ايورتيك انيوريزم الابدومينال ايورتيك انيوريزم او مرات يسمونه تربل اي ديزيز ابدومينال ايورتيك انيوريزم او تربل اي ديزيز هذا شنو الكوز من قلنا الابدومينال ايورتيك انيوريزم الكوز مالته اثيرو سكليروسيس وقلنا موست كومنلي وين تكون بالانفرارينال جوا الاوريجن مال رينال ارتري لان الفازا فيزورم قليله فthey are present in 5% من المان اللي عمرهم فوق الستين وثمانين بالمئة للإنفرارينال وقلنا 10 إلى 20 تقريبا بالمئة السبرارينال وتصعد مو بالسبرارينال قلنا تصعد للأسندينج 10 إلى 20 لكن موسكم اللي هذا التربل اي دي ديزيز هذا اثيروسك الاثيروسكلوسيس وين يكون اكثر بالمان لو بالومن بالمان اذا المان افكتد مور يعني 3 times more commonly than women. The usual age 65 إلى 75 للإلكتف و 75 إلى 85 للإمرجنسي. عادة إحنا هذا نكتشفه accidentally or incidentally. بالصدفة نسوي روتين abdominal examination نشوف فد pulsatile mass فد mass بالإبيغاستريك region و pulse بها expansor pulsation. هذا incidental نكتشفه بالصدفة. عادة اللي هو 75 65 5 لكن هذا وراء 10 سنوات بال 75 إلى 85 يصير بي رابتشر فتصير emergency presentation شنو الأفضل طريقة الألترا ساوند أسوي ألترا ساوند راح أشوف هاي الماس على مود الدياغنوسز والفولو أب للأنيوريزم سي تي يعطيك بعد أكثر more accurate information شلون أسوي له management طبعا هذا الأبدومينال أورتيك أنيوريزم شنو خطورته أكو ريسك أوف رابتشر اكو ريسك اوف رابتشر زين بنفس الوقت العمليه اللي نسوي لها حتى نصلحها هم خطره هاي العمليه يعني بيها كومبليكيشن انت جاي تفتح الايورتي وتصلحه فلازم اني هنا اسوي ريسك وبنفيتس اسوي شنو من منو يسوي اوت ويت للثاني الريسك لو البنفيت اذا عندي ريسك اكثر ما اسوي اذا عندي بنفيت اكثر اسوي فهنا ايش وقت أنا أحدد إنه لازم أسوي سيرجري إذا كان الأبدومينال أورتيك أنيوريزم سيبتوماتيك they should be considered for repair بس يكون هذا الأبدومينال أورتيك أنيوريزم بي سيمتومز سواء كومبريشن سيمتوم للسراوندينج ستراكتشر أو إمبوليزم وثرومبوسيس هذا من يصير بي دايليتيشن يصير لايبل للشن ثرومبس فورميشن هاي الثرومبس فورميشن بالأورتيك ممكن تسد الايورتا كله وممكن لا شي يصير بيها امبولايزيشن تنتقل تروح لللور لين بتروح للرينال ارتري تروح لديستال امبولايزيشن فاني بس يكون بي سيمتوم لازم اصلح لازم سيرجري زين اذا اول سيمتوماتيك شود بي كونسيدرد فور ريبير ديستال امبولايزيشن ا سترونج انديكيشن فور ريبير Distal embolization most patient with ruptured abdominal aortic aneurysm do not survive to reach the hospital but if they do surgery should يعني appropriate اذا هسه احنا